كم هي ثقيلة وقاسية ومريرة الحقائق عندما تتكشف. لا أحد يستطيع أن يجادل أن أثقل حمل في هذا العالم هو حمل معرفة الحقيقة. ولا أحد من الممكن أن يجادل أيضاً في أن هذا الجيل على قدر ما كتب عليه أن يشهد من آلام وصعوبات مخاض التحول، فإن أصعب ما يكابده حقيقة ما جرى من خيانات في 200 سنة الفائتة. كتب على هذا الجيل أن يتكشف أمام ناظريه ناصعاً جلياً حياً بأنفاس الخونة. لعنا وشطنا وجوبهنا وما زلنا بعواصف عاتية عندما أعلننا أن عربون إنشاء مملكة آل سعود كان تعهداً من مؤسسها عبد العزيز بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. لقيت فكرة الوطن القومي لليهود عاطفاً من قبل السلطان عبد العزيز آل سعود. أنا السلطان عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود أقر وأعترف بأنه لا مانع عندي من إعطاء فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم كما تراه بريطانيا. وزادت الحرب علينا شراسة عندما أكدنا أن هذا التعهد كان السبب الرئيس في تأييد بريطانيا العظمى لابن عبد العزيز في اللحظة الحاسمة ضد منافسيه ابن رشيد وشريف الحجاز ليستقر له الحكم. Between Israel and Saudi Arabia, first need to know how Saudi Arabia became a country. In the west, the Sharif of Hijaz. In the north, Ibn Rashid. And in the east, Ibn Saud of Najd. The Sharif was discontent with this betrayal and told the British that he would never sell out Palestine to the Empire's Balfour Declaration. He would never allow the establishment of a Zionist state in Palestine. That Sharif Hussein would not back down. So they unleashed Ibn Saud and his armies on the Hijazi territory as well. After losing Mecca, the Sharif had to flee and lose his entire territory to Ibn Saud. As you can see, right from the start, the man who, as a matter of principle, opposed a Zionist state in Palestine was kicked out of his own land. Yet the man who was willing to allow a Zionist state to be created was paid off handsomely and given an entire new country to exploit and dominate. وتمر الأيام متسارعة حبلى بالمفاجآت والتي غالباً ما تكون صادمة قاتلة مؤلمة تنحر في قلوب العرب والمسلمين كالمنشار. ويتحول المنشار من تعبير مجازي إلى جريمة شنعاء قطع فيها ابن سلمان ابن ديرتو خاشقجي بالمنشار فعلا، فيهب لنجدته الرئيس الأمريكي متحججا بالأهمية الاقتصادية للسعودية وغزارة الأموال التي تستثمرها في أمريكا ودورها الكبير في تخفيض سعر برميل النفط. لكن كل هذه التبريرات لم تخفف من الضغوط العالمية تجاه جريمة قتل خاشقجي، لم تخفف من إصرار العالم على محاكمة المتهم الأساسي ابن سلمان. فاضطر ترامب تحت الضغوط الهائلة أن يعلن أمام 7.5 مليار هم عدد سكان كوكب الأرض، اضطر ترامب للاعتراف عن السبب الحقيقي للدفاع عن ابن سلمان. The fact is that Saudi Arabia is tremendously helpful in the Middle East. If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base. We wouldn't have any reason, probably. You look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. We have an ally that said they did not commit at the top level, the crown prince, the king, they did not commit this atrocity. And it's an atrocity. It's a terrible thing. من أجل إسرائيل ومن خاطر إسرائيل وعشان تبقى إسرائيل. من أجل إسرائيل سمح بإنشاء السعودية لتستطيع أن تسيطر وتحيد هذه المساحة الشاسعة لجزيرة العرب وفي القلب منها الحرمين الشريفين، تحيدهم من أنهم يكونوا ضد الصهاينة. من أجل الصهاينة سمح للسعودية أن تستأسد على جيرانها وتتحصل على أجزاء من أراضيهم اليمن على سبيل المثال، وأن تبقى دائما ممسكة بالعصا لهم. وبقيت السعودية واستمرت للحفاظ على الشرط الأساسي لإنشاء الدولة السعودية، المحافظة على الدولة اليهودية. وها هو ترامب يعلنها مدوية ليسمع من به صممه. لولا السعودية ما عاشت إسرائيل، لولا خادم الحرمين الشريفين ما بقي مغتصب ثالث الحرمين وأولى قبلتين، لولا آل سعود لرحل آل صهيون. هذه هي الحقيقة، فتعاملوا معها إن كنتم رجال. الله غالب.